مساء الخير مشاهدينا وصحة فطوركم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم صريح جدا. يوم العيد هو يوم فرح، يوم بهجة، يوم سرور. وأول فرحة هي فرحة إتمامنا للصيام، ربي يتقبل منا. والفرحة الثانية هي عيشنا لعاداتنا وتقاليدنا، ومن بين العادات هي شراء ملابس العيد. سؤالنا لنهار اليوم، أسكو الكبار في السن مازالهم يشروا ملابس العيد ولا خلاص؟ خلونا نعرف الإجابة معهم. سمعت سؤال شوية صح، انا نشوف بلي الكبار خلاص. وعلاش خلاص؟ ولا دوكا تبدل الوقت، ولينا دوك شوفي تطورت الحاله وتبدلت ماشي كيما زمان. دوكا الناس تحوس غير على ولادها. انا واحد نشوف ولادي كي يلبسوا هذاك هو الصح. نشرح حوايج تاع العيد بيان سيغ. الحوايج تاع العيد الاولاد ولا ليك؟ ليا ولبنتي. الله يبارك ما شاء الله. ما زلت معيد وي. كل عام تعيدي؟ كل عام نعيد بعجوزتي الله يرحمها، ما تفوتش عيد. جبتها وصباطها جدد. انا ما نشيش نشي، هذه كاع هذه من بكري وحنا نشرو الحوايج ملي كنا صغار، مام كي كبرنا نشرو حوايج ما كاين حتى مشكل. خرجت باش تشري حوايج العيد اليوم؟ نو شرينا لهم ديجا من قبل، حنا بريفيرونس نشريو الدراري، حنا هما الاولين فهمتي العائله. حنا دوك خلاص تنجمي تقولي الا كانوا عندنا دراهم زايدين اللهم بارك نشرو مع شي اللي غالي كذا، كي تعرفي لازم تعرفي كيفاش تسيري الامور. كانوا دراهم زايدين اللهم بارك نشيروا لينا، ما كانوش دراري اولى. وجيت ديروا لهنا جينا نقضيو الدراري، نكسيو الدراري وهذا ما كنا. حوايج العيد للدراري؟ اه بيان سور. السؤال تاعنا تاع اليوم، اسكو الكبار مازالهم يشوا حوايج العيد ليهم؟ بيان سور، انا راني شريت دوكا. ما شاء الله. انا شريت بيان سور شريت. الله يذاك، كل عام تشري؟ كل عام نشري كل عام. واش شريت لي هذا طبعا؟ شريت كلش من الصباط والبونطالو والجاكيطه والتريكو الداخل كلش كلش. ما متعز على روحك حتى حاجه. واه كلش، واش نشري للدراري نشري. مازالك تفرح تشري حوايج العيد؟ زادت بهذيك الفرحة تاع الصغر؟ بيان سور مازلني على نورمال، نشري حاجة تاع فال على العيد، فال نشري حاجة هذه هي. شريت هذا العام ولا مازال؟ سي شريت. واش شريت؟ ما نقولكش واش شريت، بصح شريت حاجة تاع لبسة. حاجة تاع لبسة الله يبارك شريتها، هذه هي هاد العيد هكذا. تنشري لبنتي الحوايج. إيه وأنت يا خالتي واش تشري؟ قلت نكسي بنتي وما نتكسرش أنايا. ما تشري والو؟ ما نشري والو. شحال عندك ما راكش تعيدي؟ لا لا غير سنا برك. موافا تشري سمح لي موافا موافا نشري. ايه خلاص ديكوتينا وكرهنا جيت نشوف الحوايج الدراري. تشري الدراري؟ وليك ما تشوفيش حوايج ليك؟ ولادي بجل، ولادي سبق. وموافا تشري روحك حوايج عيد ولا جامي؟ موالفة. موالفة؟ موالفة نشري الدراري ونشري ليا. وقتاش حبستي ما وليتيش تشري ليك؟ والله العام هذا بركة. وش هو السبب؟ بزاف اللي قالوا لي العام هذا برك، شنو هي السبب؟ الغلا ولا وش؟ المعيشة غلات بزاف، الحوايج غلاو بزاف، سما يكفيونا غير نكفيو ولادنا ومن بعد حنا نكملوا. لا لا وقتي جاز، ماشي جاز نو، جي اسي دو فاتمون، دونك ما كان له نزيد. الله يبارك. ما كان، وكلش غالي. كلش غالي با كونترول على هادشي اللي كلش غالي. شحال عندك ما شريتش حوايج العيد؟ شحال عندي حوايج العيد؟ شحال عندك ما شريتش؟ شحال عندي ما شريتش حوايج للعب للعيد؟ للعيد. العام اللي فات شريت برك دو بيغ بليزيور كو، خاطر جافي بوزوان وجا مناسبة تاع العيد، هذاك هو الحساب. شحال عندك ما شريتش حوايج العيد؟ شحال كان في عمرك حبست؟ ما نقدرش نقول لك، صح تقريبا واحد 10 سنين. 10 سنين ملي تزوجت ولا؟ لا لا مور الزواج كانوا دراري مازال. من بعدك بدا وجو دراري، من بعدك بدا العقل هذه طبعها طبعوني هنايا. واش رايك في الناس اللي يشوفوا بلي خلاص كبروا على حوايج العيد؟ نو نو، ما جامي نكبروا على عوايدنا. عوايدنا توجور لازم نشدوا فيهم، ما من والو نقدروا نديروا حاجه. شوفي بلي حاجه العيد حاجه ما لازمش واحد ما يديرهاش. وي وي. واش شريتي هذا؟ بينا ان اونسومبل بانطالون ليكات. سمع في صعبة ما تمشيش تعدى. شريت اون غوب بور لا ميزون، وشريت ان اونسومبل بور سورتيغ. ما شاء الله. الله يسلمك، كاين شوسيغ. انت شريت لي روحك هذا العام ولا لا؟ نو، هذه الخطرة نو، مازال ما شريتش. ومن قبل العياد اللي فاتوا كنت تشري؟ بيان سور على حسب كيما يقولوا المعيشه. بيان سور دوك كانوا العام اللي فات رخاص على هذا العام، وحنا على بالنا بلي العام اللي فات كانوا رخاص على هذا العام، تسمى تشري للدراري وتشري ليك. دوكا شويه الحاله مزيره دونك اوتوماتيكمون. واش تقول لي راهو يشوف روحه يعز على نفسه انه يشري حوايج العيد؟ هو قادر برك يعز على نفسه. الا كان الناس اللي عندهم تسمى شغل تيرمو عنده دراهم وعز على نفسه، هذه ما نقدرش نعبر عليها. نورمالمون يشري حوايج دراهم هذو يجيو يروحوا. كرهنا شبعنا من الدنيا هذه، صرتوا المراه كيموت لها الراجل وتقعد
كيما نقولوا تتحارب وتدير على ولادها فهمتيني؟ إيه وتكبرهم وتطيح عليهم وتنوض عليهم. هذه إيه هي. شنو تشري حوايج تحبي عفايس تاع الدار ولا تشري حوايج تاع برا؟ لا لا تاع الدار. جبه بليغه اكثر بصح ما نشريش حتى. ما شريتيش باش تحسي بلي شغل حاجه ناقصه. هذه صح. ما نحس بحاجه ناقصه بزاف. مني فرحه ولادي هي الاولى. اه هي الاولى. الفال ديالو بالك نشيو بليغه ولا بصح باش نشيو حوايج كيما العاده لا ولادنا بجل. دوكا بالنسبه لك داري تاعك ما الاولويه؟ سي نورمال، انا كي نشوف ولادي خارجين برا وفرحانين ومع الناس الجيران مع الناس الحومه صافي بليزير. اما من نشوف جاري ولادو لابسين صافي بليزير لي انا تانيك. ولادو يبداو هما الاولين يشري لهم حوايج ومن بعد يشري ليه. هاي داك يشري حاجة معليش حاجة صغيرة حاجة فال اللي يشري له قمجة ولا تريكو ولا شي صباط ولا شي سروال. المهم لازم تعيد حاجة جديدة. هذه هي هذا هو العيد. مع الفكرة تاع واحد كيكبر خلاص ما يشريش حوايج العيد ما يلبس. نو هو يقول لك الزمان يقول لك اللي عنده كل يوم عيدو فهمتيني دونك تما ما يكون عندك مليح تشري. مغلطين ولا عندهم غير يشرو. ولا الدعوه راهي رخيصه ولا الدعوه راهي رخيصه انا دوك نشري ولا الدعوه راهي رخيصه انا واحد نشري نورمال عيد ولا ماشي عيد نشري مناسبه في الطريق. قولي لهاد الناس اللي راهم يشوفوا دوكا باللي اذا شرا لولادو ما لازمش يشري ليه. نو شتخوف بليك هادي حقره شويه كالكو باغ كيما تحب ولادك حب روحك. لازم ان شاء الله لازم نبداو نحبوا روحتينا سي اون سيستيم با دونك لي جون نو فون با نو سيستيمي.